السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سندرس لي ديسكور غابورتي، الخطابات المنقولة، وسنركز على النوعين ديسكور ديريكت وديسكور انديريكت، الخطاب المباشر والخطاب الغير المباشر. أريد أولا الإشارة إلى خطأ شائع عندما نميز بين أنواع لي ديسكور غابورتي. هناك من يقول أنه لدينا ديسكور ديريكت وديسكور غابورتي أو ديسكور انديريكت، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن لو ديسكور ديريكت هو أيضا ان ديسكور غابورتي. إذن لي ديسكور غابورتي يعني الخطابات المنقولة ثلاثة أنواع، هي صراحة أربعة أنواع، لكن هناك نوع لا نستعمله بكثرة لذلك لن نتطرق إليه. هناك ثلاثة أنواع للي ديسكور غابورتي. هناك ديسكور ديريكت نرمز له ب دي دي، دي تعود على ديسكور، دي تانية ديريكت. إذن ديسكور ديريكت خطاب مباشر، ديسكور انديريكت خطاب غير مباشر، وديسكور انديريكت ليبر. هذا النوع الثالث هو مزيج بين لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت. داكوغ. اذا الخطاب المباشر، الخطاب الغير المباشر، والخطاب الغير المباشر الحر. قبل ان نشرح كل واحد على حدة، اولا عليكم يعني ان تفهموا الفرق بين لو ديسكور و لو ريسي. ديسكور و ريسي، اذا ما الفرق بين ديسكور و ريسي؟ لو ديسكور هو عبارة عن كلام، عن حديث، يعني خطاب شفوي. اما لو ريسي، لو ريسي فهو محصور فقط بالكتابة، يعني السرد. داكوغ. اذا ما معنى لي ديسكور غابورتي؟ لي ديسكور غابورتي هي الاجراءات التي يتم من خلالها نقل الكلام الذي تم التحدث به، يعني طريقة الخطاب التي تمت بواسطتها نقل الحديث المتكلم. وقلنا ان هناك ثلاث انواع دي ديسكور غابورتي. سنبدا بالنوع الاول الذي هو لو ديسكور ديريكت، دي دي، لو ديسكور ديريكت، الخطاب المباشر. اذا لاحظوا معي هنا مثلا هذه القوله، لاحظوا معي هذه القوله علي، دونك قوله علي، لاحظوا سي بون جي لو طون Je rangerai demain. لاحظوا معي، إذن سوف ندرس جيدا هذه الجملة حتى تفهموا الفرق واضح بين ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. دونك لاحظوا معي علي، هذه قولة قالها علي. سي بون، حسنا، جي لو طون، لدي الوقت. Je rangerai demain، سوف أرتب غدا. سي بون الجملة الأولى، سي بون. الجملة الثانية j'ai le temps. الجملة الثالثة je rangerai demain. داكوغ. إذن هنا كما ترون هنا نقطتان لي غيومي، هذه الإشارات، هذه الأقواس الصغيرة تسمى دي غيومي. مهم كما ترون هذه التي في باللون الأزرق يعني لا بونكتياسيون، علامة الترقيم. الآن ماذا سأفعل؟ سوف أنقل هذه الجملة. قلنا لدينا ثلاث طرق، لدينا لو ديسكور ديريكت، الان سوف انقل مقوله علي عن طريق ديسكور ديريكت. اذا لاحظوا معي اول شيء بدات به هو علي ادي. اذا بمجرد ان اكتب علي ادي يعني جو رابورت، انقل ما قاله علي. دونك علي ادي، لاحظوا هنا لا توجد ادي، اذا انا اضفت ادي. هذا الفعل الذي أضفته يسمى un verbe introducteur أو verbe de parole، يعني هو الفعل الذي ننقل به الكلام، الخطاب. داكوغ. دونك لاحظوا معي علي أدي سي بون جي لو طون جو رونجوري دومان. لاحظوا أن قولة علي كما هي نقلتها كما هي حرفيا، يعني لم أنقص منها شيئا. هذا هو لو ديسكور ديريكت. لو ديسكور ديريكت هي الطريقة الأكثر أمانة. لماذا؟ لأننا ننقل ما قاله المتكلم حرفيا،
داكوغ حرفيا. إذا يعني يعطيك الوهم أن لو بيرسوناج الشخصية هي التي تتحدث. سي بون جي لو طون جو رونجوري دوما. إذا ما الذي يميز لو ديسكور ديريكت؟ الذي يميز لو ديسكور ديريكت هي هاتان النقطتان و لي غيومي. داكوغ. إذا ماذا فعلت الآن؟ الآن جي انسيري، يعني أدرجت لو ديسكور، الخطاب، داخل السرد. إذا عندما قلت ألي أدي هذا سيتان غيسي، هذا سرد. ولكن لاحظوا بمجرد أن كتبت نقطتان وفتحت لي غيومي، هاتي الأقوى الصغيرة تسمى غيومي، هذا معناها أنني جنسيغ، يعني أدرجت الخطاب لو ديسكور. داكوغ. وبما أنني لم أنقص منه شيئا سميته ديسكور ديريكت، كما لو أن الشخص يتحدث ديريكتومون مباشرة، لذلك يسمى ديسكور ديريكت. لاحظوا أنني جي با انتغري، يعني لم أدمجه مع السرد، وإنما فقط جلانسيغي، يعني فقط أدرجته في السرد، يعني كما هو لم أغير منه شيئا، حتى أنني احتفظت بكل شيء. لاحظوا سي بون هي تدل على أسلوب شفوي، يعني الأسلوب الشفوي، ومع ذلك بقي كما هو. إذا لو ديسكور ديريكت لا نغير فيه شيئا. في حين لاحظوا معي الآن بالنسبة لي لو ديسكور انديريكت. إذا لو ديسكور انديريكت الخطاب الغير المباشر، عندما سأنقل قولة علي، لاحظوا معي الآن ماذا سأفعل. علي أدي كي لافي لو طون اي كي لغونجوري لو لوندومان. إذا هنا كما ترون، يعني مو je n'ai pas inséré, j'ai intégré، لم أدرج الحديث مع السرد، وإنما j'ai intégré، يعني أدمجته، أصبح من السرد، أصبحت قولة علي، أصبحت داخل لو غيسي، أصبحت من لو غيسي، يعني من السرد. داكوغ. لماذا؟ لأن هنا ليس لو بيرسوناج هو الذي يتحدث، ليس الشخصية هي التي تتحدث، وإنما لو ناغاتور، أصبح لو ناغاتور، الراوي هو الذي يتحدث. علي أدي كي لافي لو طون اي كي لغونجوري لو لوندومان. إذا سوف نرى الآن ما هي لي شونجمون، التغييرات التي حدثت. لاحظوا معي أول شيء لا بونكتياسيون، كما ترون لي دو بوان، يعني النقطتان و لي غيومي اختفت، لا توجد. لماذا؟ لأننا قلنا في البداية أن لي دو بوان و لي غيومي هي التي تميز لو ديسكور ديريكت. إذا هذا ديسكور انديريكت، خطاب غير مباشر. نحن نقول، يعني ننقل كلام شخص بطريقة غير مباشرة، لذلك يسمى ديسكور انديريكت. ليس الشخص الذي يتحدث، وإنما الراوي هو الذي يتحدث عن الشخص، لذلك قلنا ديسكور انديريكت. داكوغ. إذا لاحظوا معي، قلنا لا بونكتياسيون علامة الترقيم تنتهي، إذا يعني تختفي، لا نكتبها. شيء آخر، لاحظوا الجملة الأولى سي بون اختفت أيضا. لماذا؟ لأن هذا التعبيرات التي تدل على الأسلوب الشفوي لا تكتب في لو ديسكور انديريكت. طبعا لن تكتب. لماذا؟ لأن لو ديسكور انديريكت نحن أدمجناه في السرد، في لو غيسي، وقلنا أن لو غيسي هو كما شرحت لكم في البداية، قلت لكم أن لو غيسي هو محصور فقط بالكتابة، إذا لن نكتب فيه الأمور الخاصة بالشفوي، الأساليب الشفوية، مثلا سي بون، أو مثلا أو، يعني ليزكسبرسيون التي نستعملها، التعبيرات التي نستعملها في التعبير الشفوي، لا نستعملها أو لا نكتبها في لو ديسكور انديريكت. أيضا لاحظوا معي مثلا هنا لو بوان ديكسكلاماسيون، يعني علامة التعجب، هي تبين أو توضح لنا التعبير الشخصي، يعني هل هناك دهشة، هل هناك استغراب. مثلا في بالنسبة للو ديسكور انديريكت تختفي، لأننا لا ننقل المشاعر، ننقل فقط معنى الكلام الذي قاله الشخص. لاحظوا أيضا قلنا جي لو طون، هذه جملة، ثم جو رونجوري دومان، هذه جملة أخرى. لذلك لاحظوا معي كتبنا كو في المرة الأولى وكو في المرة الثانية، لأن كو دائما نكتبها عند بداية كل جملة. وكيف نعرف بداية كل جملة؟ نعرفها بوجود فعل جديد.
إذن هنا جي سي لو فيرب أفواغ، هنا رونجوري سي لو فيرب رونجي. إذن بمجرد أن يكون فعل جديد في الجملة لابد من كتابة كو، داكوغ. إذن لاحظوا، قلنا أزلنا لي دو بوان ولي غيومي، وضعنا محلها كو. ثم هنا الفاصلة طبعا نزيلها، قلنا لا بونكتياسيون علامة الترقيم تختفي تماما، ثم نضع فوق مكانها كو. قلنا الأساليب الخاصة بالتعبير الشفوي أيضا تختفي. لاحظوا معي هناك شيء آخر تغير، جي لو طون هنا أصبحت إلا في لو طون. إذن هناك تغير في الزمن. هنا كان نعم بالنسبة ليونس قال التطبيقات نعم سأعطيكم، هذا ما أردت أن أقوله ونسيته في الأول. عندما سأكون بصدد الشرح سأعطيكم تمارين أو تطبيقات كتابية يعني au fur et à mesure، ولكن حاولوا أن تجيبوا قبلي حتى تستفيدوا أكثر. إذا قلنا هنا جي أصبحت أفي، سنرى لماذا الآن، فقط هذا كتقديم لم نشرح بعد. إذا هنا لو بريزون أصبح لامبارفي، جو رونجوري هنا لو فيتور أصبحت إيل رونجوري، أصبحت لو كونديسيونيل بريزون، داكوغ. هنا دوما، لاحظوا دوما الغد أصبح لو لوندوما، لاحظوا معي أصبحت لو لوندوما. إذا هناك تغييرات. لاحظوا أيضا جو هنا جي هنا جو، إذا أيضا أصبحت إيل. كل هذه الأمور سوف ترون يعني بأنفسكم كيف ستتغير ولماذا، كل شيء سيكون واضحا، فقط ركزوا معي. الآن رأينا لو ديسكور انديريكت، سوف نرى الآن لو ديسكور انديريكت ليبر. لو ديسكور انديريكت ليبر، الخطاب الغير المباشر الحر. إذا كما قلت لكم في الأول، هذا النوع من الديسكور هو مزيج دي دو، يعني مزيج من ديسكور ديريكت ومزيج من لو ديسكور انديريكت، سترون لماذا. لاحظوا معي الجملة التي أخذنا في الأول والتي حولناها إلى ديسكور ديريكت ثم إلى ديسكور انديريكت، الآن سنحولها إلى ديسكور انديريكت ليبر. Que c'était bon. Il avait le temps. Il rangerait demain. لاحظوا هنا الفعل التي استعملناه ألي أدي اختفى، لم نستعمله هنا، داكوغ. ماذا أيضا؟ دونك سوف نقرأ جيدا. Que c'était bon. دونك هنا لاحظوا les deux points و les guillemets اختفت أيضا، نقطتان و les guillemets اختفت. هنا احتفظنا ب لو بوين ديكسكلاماسيون، لان لاحظوا هنا ديسكور انديريكت ليبر حر، يعني اننا هنا ننقل مشاعر الشخص، لكننا جو نانسيغ با لو ديسكور دون لو ريسي مي جو لانتيغ، يعني هنا ايضا جو لانتيغ، يعني ادمج الخطاب في السرد. وبما انني ادمجت الخطاب في السرد، إذن سوف تجري عليه بعض شروط السرد، داكوغ. السرد الذي قلنا لو ريسي، الذي قلنا أنه محصور في الكتابة، إذن لذلك سوف تجري عليه بعض الشروط، مثل مثلا قلنا لي دو بوان الخاصة بلو ديسكور ديريكت اختفت ولي غيومي أيضا. لاحظوا شيء آخر، هو أن يعني بالإضافة إلى لا بونكتياسيون اكسبريسيف، يعني علامات الترقيم التعبيرية التي احتفظنا بها في هذا الأسلوب من الخطاب، هنا دوما بقيت كما هي، دوما يعني لم تصبح لو لوندوما، أصبح بقيت كما هي، لم يقع فيها تغيير. هنا سي بون الخاصة بالأسلوب الشفوي احتفظنا بها، لاحظوا احتفظنا بها، لكن الفعل أو زمن الفعل تغير، هنا لو بريزون سي، لكن هنا سيتي لو باسي، داكوغ. يعني زمن لو باسي الذي هو لامبارفي، لان لامبارفي هو من ازمنه لو باسي، من ازمنه الماضي. جي ايضا لو بريزون اصبح لامبارفي. جو رونجوري هنا ايضا لو فيتور اصبح لو كونديسيونيل بريزون، داكوغ. شيء اخر لاحظوا معي، بالنسبه للو ديسكور انديريكت مكان الفاصله استعملنا كو اخرى، لكن هنا لاحظوا معي هنا استعملناها فقط في الأول، أما هنا لم نستعملها.
لان ماذا قلت لكم بالنسبه للو ديسكور انديريكت؟ قلت لكم لا بد من كتابه كو بجانب كل جمله او بجانب كل فعل في الجمله، داكوغ؟ اما هنا فلا، هنا فلا داعي، هنا فقط في الاول تكتب. عندما تقرؤون كو سيتي بون الى في لو طون il rangerait demain، يعني يعطيكم انكم يعني القارئ يعني لو ليكتور يعني لا يعرف او لا يفهم من يتحدث، هل هو لو بيرسوناج، هل هو الشخصيه، ام هو لو ناراتور، ام هي ام هو الراوي. ليس مثل لو ديسكور انديريكت نعلم ان الراوي لو ناراتور هو الذي يتحدث. هنا لماذا لا نعلم؟ كما قلت لكم لانه يعني يحتفظ بكلام كلام لو بيرسوناج، ولكن ياتي ب عن طريق غيسي وليس ديسكور انديريكت، ولكن دون مانيير ناتورال، يعني بلو ناتورال، لانه اقرب الى عفويه لو ديسكور، الى عفويه الخطاب. المهم هذه كانت فقط تقديم، يعني سنفهم كل شيء فيما بعد. الشيء الاخر الذي يجب ان تنتبهون اليه هو اننا عندما ننتقل من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت او العكس، يعني من لو ديسكور انديريكت الى لو ديسكور ديريكت، معنى الجمله لا يتغير، معنى الجمله يبقى كما هو. لاحظوا معي هنا الجمله: لو دكتور ما دي Vous avez des problèmes dans la gorge. Le docteur m'a dit, le docteur Kalali, vous avez des problèmes dans la gorge. هناك من يسألني متى أستعمل كو؟ سوف نشرح كل شيء بالتفصيل، فقط ركزوا معي لأنكم ستجيبون عن بعض الأسئلة. Donc قلنا le docteur m'a dit, الدكتور قال لي vous avez des problèmes dans la gorge، لديك مشاكل في الحلق. الجمله الثانيه لو دكتور ما دي، الان هذا ديسكور انديريكت، هذا ديسكور ديريكت لان فيه لي دو بوين ولي غيومي، هذا الثانيه ديسكور انديريكت. لو دكتور ما دي كو جافي دي بروبليم دون لا غورج، انه كان لدي مشاكل في الحلق. اذا نفس المعنى بقي، معنى الجمله لا يتغير عند الانتقال من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت. الآن لاحظوا معي هذه الأمثلة، لاحظوا معي جيدا هذه الأمثلة. Le professeur dit à ses élèves، سوف أكبر الشاشة قليلا حتى توضح لكم يعني الصورة أكثر. Le professeur dit à ses élèves، الأستاذ يقول لتلامذته Vous aurez un contrôle demain، سيكون عندكم اختبار غدا. هذا ديسكور ديريكت، انتم تعرفون جيدا لانه مبدوء ب دو بوين وهناك لي غيومي، اذا هذا ديسكور ديريكت. الان لو ديسكور انديريكت، لو بروفيسور، نفس الجمله طبعا ولكن نحولها الى ديسكور انديريكت. لو بروفيسور دي ا سي زيليف كيل، اذا ازلنا لي دو بوين ولي غيومي، اصبح كيل auront un contrôle demain. إذن هذا discours indirect. الآن لاحظوا معي المثال الثاني حتى ترون الفرق بين الاثنين. Le professeur a dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. Discours direct. كما هذه الجملة بالضبط. Le professeur dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. Le professeur a dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. إذن فقط هنا le verbe dire مصرف au présent، هنا le verbe dire مصرف au passé composé، لكن يعني داخل les guillemets لم يتغير شيء، نفس الجملة. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني إذا كان le verbe introducteur أو le verbe de parole، يعني الفعل الذي ننقل به الكلام، إذا كان في le présent أو كان في لو باسي كومبوزي، يعني زمن لو باسي، فلا يتغير شيء في لو ديسكور ديريكت. أنا أتحدث عن لو ديسكور ديريكت، لا يتغير شيء. في حين أن لو ديسكور انديريكت، لاحظوا معي، لو بروفيسور أ دي أ سيز إليف كيل زوغي أن كونترول لو لوندومان. إذا هنا وقعت بعض التغييرات، داكوغ؟ إذا نفس الجملة، نفس الجملة، فقط هنا لو فيرب دير مصرف او بريزون، هنا لو فيرب دير مصرف او باسي كومبوزي، لكنها
يعني وقعت بعض التغييرات. مثلا هنا عندما انتقلنا من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت، طبعا لي دو بوين ولي غيومي تختفي وتحل محلها كو، فو استبدلناها ب il، زمن الفعل كان لو فيتور بقي لو فيتور، هنا demain كانت demain بقيت demain. ولكن عندما يكون الفعل مصرف في زمن الماضي، لاحظوا تقع بعض التغييرات. ادي اسيزلاف كو طبعا تختفي، لان كو يعني تعوض لنا لا بونكتواسيون التي تختفي التي هي لي دو بوين ولي غيومي. فو تصبح il. اوغي لاحظوا هنا اوغي كانت فيتور، كان فيتور اصبح كونديسيونيل بريزون، سترون ذلك فيما بعد. ثم دوما اصبحت لو لون دوما. لماذا هنا؟ لان لو فيرب انتروديكتور، لو فيرب انتروديكتور مصرف او باسي كومبوزي. اذا يكون هناك فرق عندما يكون لو فيرب انتروديكتور مصرف او باسي او مصرف او بريزون، سوف ترون ذلك ايضا. دونك لاحظوا معي الان جيدا، عندما نريد ان نحول الجمله من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت، لابد ان ننتبه الى زمن لو فيرب انتروديكتور، زمن الفعل، فعل التمهيدي او الفعل الذي ننقل به الكلام، لو فيرب دو بارول، يجب ان ننتبه الى الزمن المصرف فيه. داكوغ؟ إذا أول هناك فقط حالتان، هناك حالتان يجب أن تنتبهوا إليها. ما هي؟ إذا كان لو فيرب انتروديكتور مصرفا أو بريزون أو أو فيتور، أو إذا كان لو فيرب انتروديكتور مصرفا أو باسي. نبدأ بالحالة الأولى، عندما يكون لو فيرب انتروديكتور مصرفا أو بريزون أو أو فيتور. مثلا لو فيرب دير هنا ليس فقط لو فيرب دير، يمكن ان نستعمل لو فيرب دير، لو فيرب انونسي، لو فيرب ديكلاري، مهم اي فيرب ننقل به الكلام. ولكن ننتبه الى هل هو مصرف او بريزون. اذا كان مصرف او بريزون او او فيتور هنا لا مشكل. لماذا لا مشكل؟ لانه لا يقع اي تغيير في زمن الفعل، في زمن فعل لا سوبوردوني، يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني التي توجد بعد كو، الجملة التي توجد بعد كو، أزمنة الفعل فيها لا تتغير. كان بريزون يبقى بريزون، كان فيتور يبقى فيتور، كان امبارفي يبقى امبارفي. المهم أي زمن كان في لو ديسكور ديريكت، عندما نحول الجملة إلى لو ديسكور انديريكت لا يتغير، يبقى كما هو. سنرى بعض الأمثلة. لاحظوا معي هنا، هنا أريدكم أن تجيبوا قبلي، أريدكم أن تجيبوا عن هذا قبلي. دونك هنا لاحظوا معي لو ديسكور ديريكت، ألي دي جو بارل، جو بارل يعني لو فيرب بارلي مصرف أو بريزون. أو مثلا نقول ألي ديرا، يعني سواء كان مصرف أو بريزون أو كان مصرف أو فيتور لا يهم، جو بارل مصرف أو بريزون. الان لو ديسكور انديريكت ماذا ساكتب هنا؟ اذا حاولوا ان تجيبوا قبلي. الي دي كيل، ماذا ساكتب؟ او مثلا الي ديغا كيل، ماذا ساكتب؟ داكوغ؟ اذا يجب حاولوا ان تسرعوا في الاجابه وتجيبوا قبلي على هذه الاسئله، حتى يعني ارى ان كنتم استفدتم جيدا ام لا. اذا هنا لاحظوا اول شيء نهتم به هو اننا ننتبه الى الفعل التمهيدي، يعني لو فيرب انتروديكتور، هل هو مصرف او بريزون ام هو مصرف او فيتور. عندما يكون مصرف او بريزون او او فيتور لا يقع اي تغيير. سي تري بيان ام ايا اجابت، سي تري بيان. دونك نقول كيل بارل، كيل بارل يعني يبقى لو بريزون، لو بريزون يبقى لو بريزون. داكوغ؟ هنا ألي دي أو ألي ديرا جو بارلي، إذا لدي لامبارفي. دائما عندما أريد أن أحول من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت، أنتبه إلى لو فيرب انتروديكتور، إذا كان هل هو مصرف أو بريزون أو أو فيتور أو في زمن من أزمنة الماضي. إذا كان أو بريزون أو أو فيتور كما قلنا لا يتغير فيها شيئا. إذا هنا كانت جو بارلي، سوف تصبح
il parlait يعني l'imparfait أصبح imparfait لم يتغير يبقى كما هو الزمن الزمن لا سوبوردوني يبقى كما هو داكور هنا فقط je تصبح il بطبيعة الحال لأنني أنا أحكي عنه داكور مثلا هنا علي قال أنا كنت أتكلم إذن من قال أنا كنت أتكلم علي الآن أنا من أتحدث عن علي سأقول علي قال أو يقول هو كان يتكلم داكور لأنه ليس هو من يتحدث بل أنا من أتحدث عنه كما قلت لكم في الأول ليس لو بيرسوناج الشخصية هو الذي يتحدث وإنما لو ناراتور الراوي إذن الراوي سيتحدث عن الشخصية لذلك لا يمكننا أن نستعمل هنا جو إذا الآن سوف نرى الحالة التي يكون فيها لو فيرب انتروديكتور او باسي عندما أقول او باسي لاحظوا معي عندما أقول او باسي يعني الأزمنة أزمنة لو باسي سواء كانت باسي كومبوزي امبارفي باسي سامبل بلوس كو بارفي المهم زمن من زمن من زمن لو باسي داكوغ لاحظوا هنا إلا دي إذا هنا لو فيرب دير مصرف او باسي كومبوزي إل ديزي Le verbe dire مصرف à l'imparfait. Il avait dit. Le verbe dire مصرف au plus que parfait. Il dit. Le verbe dire مصرف au passé simple. D'accord. إذن الآن عندما يكون le verbe introducteur مصرف au passé. هنا في هذه الحالة يقع تغيير في زمن الفعل أو الأفعال التي تكون في la proposition subordonnée. يعني في الجملة التي بعد كو داكور في الجملة لو ديسكور انديريكت سوف نرى ذلك في أمثلة وحاولوا يعني أن تجيبوا عن الأسئلة لكن قبل ذلك نريد أن نتعرف عن الأزمنة ماذا تصبح إذا يونس يمكنك أن تسأل تكتب عندي سؤال يمكنك أن تسأل أنا يعني au fur et à mesure عندما أكون أشرح سوف أنتبه للتعليقات حتى أرى إن كان هناك شيء غير واضح دونك هنا قلنا مثلا إذا كان زمن لو ديسكور ديريكت لو بريزون عند التحويل إلى لو ديسكور انديريكت فلو بريزون يصبح لامبارفي داكور والعكس طبعا اذا مثلا اعطي لكم جمله في لو ديسكور انديريكت وطلبوا منكم ان تحولوها الى لو ديسكور ديريكت لامبارفي يصبح لو بريزون داكور يعني عندما اقول لو بريزون يصبح لامبارفي العكس ايضا صحيح يعني لامبارفي في لو ديسكور انديريكت يصبح لو بريزون في لو ديسكور ديريكت لامبارفي في لو ديسكور ديريكت يصبح لامبارفي في لو ديسكور انديريكت او لو بلوس كو بارفي ايضا لو باسي كومبوزي لو باسي سامبل لو بلوس كو بارفي هذه يعني الثلاثه كلها اذا كانت مثلا في لو ديسكور ديريكت فهي تصبح بلوس كو بارفي في لو ديسكور انديريكت سوف نرى ذلك في امثله لو فيتور يصبح كونديسيونيل بريزون Le conditionnel présent yabqa conditionnel présent fi le discours indirect. Le futur antérieur yusbihu futur ou conditionnel passé fi le discours indirect. Idan sanara l'amtila hatta takun l'umur wadiha akthar. Idan huna lahidu ma'i, idan hawilu an tastafidu min hadihi tamarin tatbiqiyya likay yani tafhamu bishakl afdal. Lidhalika aqul lakum hawilu an tujibu قبلي علي أدي je regarde la télé علي قال أنا أشاهد التلفاز إذن هنا le verbe regarder مصرف au présent d'accord إذن عندما أريد أن أحول هذه الجملة من le discours direct إلى le discours indirect كيف سأقول هنا كما قلت لكم أول شيء يجب أن أنتبه إليه هو le verbe introducteur في أي زمن هو مصرف إذن بما أنني قلت علي أدي إذن هو مصرف في زمن le passé passé composé هنا داكور نفس الشيء إذا قلت مثلا علي ديزي l'imparfait l'imparfait هو أيضا من زمن le passé علي دي هذا le passé simple من زمن le passé avait dit le plus que parfait min zaman le passé donc qu'il
Ali a dit qu'il a, c'est très bien Khalifa, qu'il regardait, qu'il regardait la télé. Et dans le présent, qu'on a annahu yusbihu imparfait. Bravo, c'est très très bien. L'an Ali a dit, ou Ali disait maintenant, je regardais la télé. Et dans je regardais, le verbe regarder musarrafi l'imparfait. الآن إذا أردت أن أحوله في le discours indirect ماذا سأقول؟ qu'il Ali disait qu'il oui c'est très très bien c'est bravo qu'il regardait la télé وهناك من كتب qu'il avait regardé وصحيحة أيضا يمكننا أن نقول إما أن يبقى l'imparfait هو l'imparfait أو أن يصبح plus que parfait يعني أن نقول qu'il avait regardé la télé bravo ما شاء الله الآن لاحظوا معي لازلنا في الأمثلة Ali a dit أو Ali dit أو Ali avait dit يعني أي verbe كيفما كان أي زمن مهم يكون زمن le passé j'ai réussi l'examen هنا le verbe réussir مصرف au passé composé يعني علي قال اجتزت الامتحان بنجاح اذا j'ai réussi l'examen donc passé composé ماذا سيصبح عند le discours indirect اذا كيف ساقول j'ai réussi l'examen ماذا سيصبح انتظر على الاقل احدكم ان يجيب اذا لهنا le passé composé ماذا يصبح Oui, c'est très bien, c'est bravo. Donc, il avait réussi l'examen, c'est-à-dire le plus que parfait. نفس الشيء بالنسبة لي, je réussis l'examen, يعني le passé simple, قلنا أنه أيضا يصبح plus que parfait et qu'il avait réussi l'examen. أو le plus que parfait, هو أيضا يبقى plus que parfait. J'avais réussi l'examen, qu'il avait réussi l'examen. D'accord? إذن هذا يعني ماذا؟ يعني أنه عندما يكون le verbe introducteur في زمن من أزمنة le passé on applique la concordance des temps la concordance des temps يعني توافق الأزمنة التي كتبناها في الجدول تسمى ب la concordance des temps يعني توافق الأزمنة مثال آخر Ali a dit J'irai au ciné. Ali قال سأذهب إلى السينما. إذن هنا لدينا le futur. إذن ماذا سيصبح في le discours indirect؟ كيف سيصبح؟ إذن قلنا le futur ماذا يصبح في le discours indirect؟ إذن هذه الأمور يجب أن يعني تحفظوها عن ظهر قلب لكي تعرفون أي زمن يجب أن تستعملوا. إذن عندما نقول عندما يكون الفعل في le discours direct مصرف au futur وطبعا يكون le verbe introducteur في زمن من أزمنة le passé من أزمنة الماضي يتغير زمن الفعل في le discours indirect il qu'il irait au cinéma qu'il irait au cinéma attention هناك من كتب qu'il ira non لابد أن يتحول le futur إلى conditionnel présent. Attention, le futur يتحول إلى conditionnel présent. والو conditionnel présent يبقى conditionnel présent. يعني j'irai au ciné سيبقى qu'il irait au ciné. الآن Ali a dit je prendrai du café quand j'aurai fini l'exercice إذن هنا je prendrai du café سأخذ قهوة quand j'aurai fini عندما سأنهي تمرين إذن je prendrai du café quand j'aurai fini l'exercice إذن هنا j'aurai fini يعني le futur antérieur ماذا سيصبح إذن أحاول أن أعطيكم بعض الوقت لكي donc هنا je prendrai طبعا le futur إذن يصبح le conditionnel كما ترون le conditionnel présent
وهنا لو فيتور انتيريور جوري فيني ماذا سنكتب؟ كيل اوري فيني ليكزيرسيس يعني كونديسيونيل باسي، كونديسيونيل باسي داكور اوري فيني ليكزيرسيس. لاحظوا يعني حتى تنتبهون الى النهايه هنا جوري هنا لو فيتور، لو فيتور مع لو بارتيسيب باسي يعني فيتور انتيريور، اما هنا ف لو كونديسيونيل باسي اوري كونديسيونيل ثم فيني لو بارتيسيب باسي يعني كونديسيونيل باسي. هذه الامور يجب ان تكون على ان تكونوا على علم بها يعني كيف تصاغ الافعال في كل زمن. اذا لاحظوا معي هناك اشياء اخرى عند اذا يعني حتى تكون الامور واضحه عند الانتقال. لاحظوا الكلام الذي ساقوله لكم الان عند الانتقال من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت يجب اول شيء ان ننتبه الى لو فيرب انتروداكتور. اذا كان لو فيرب انتروداكتور مصرف اما في لو بريزون او لو فيتور هنا ازمنه الافعال لا تتغير، وايضا هذه التي ترونها الان يعني les expressions de temps التعبيرات او الكلمات التي تعبر عن الزمن ايضا لا تتغير. ولكن اذا كان le verbe introducteur au passé لابد ان يتغير شيئين مهمين. اولا الازمنه يعني الازمنه كما راينا لا كونكوردونس دي طون توافق الازمنه، ثم هذه التي سنراها الان لي زيكسبرسيون دو طون. اذا هذه الامور يعني الاثنتين هذه الازمنه وهذه لي زيكسبرسيون دو طون تتغير فقط عندما يكون لو فيرب انتروداكتور او باسي. الامور الثانيه التي سنراها فيما بعد سوف تتغير سواء كان لو فيرب انتروداكتور او باسي او لو فيرب انتروداكتور او بريزون او او فيتور سوف نرى فيما بعد. المهم قلنا انه لو ديسكور ديريكت اذا رايتم في الجمله يعني التي تكون داخل لي غيومي اياغ فسوف تصبح عند لو ديسكور انديريكت ستصبح لا في افون اياغ افون تيير ستصبح l'avant-veille. Aujourd'hui, ce jour-là. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. الدرس لم ينتهي بعد، نحن فقط في البداية. هناك تمارين يعني يجب أن تفهموها جيدا. Cette semaine-là. Ce matin-là. إذن هذه العبارات تتغير عندما نريد أن نحول الجملة من le discours direct إلى le discours indirect أو العكس. Ces jours-ci. Ces jours-là. Ce jour أو ce mois-ci. Ce mois-là. En ce moment. À ce moment-là. La semaine dernière, la semaine précédente. دائما dernier أو dernière تتحول تصبح précédent أو précédente. L'année dernière, l'année précédente. Le mois dernier, le mois précédent. La semaine prochaine, نفس الشيء بالنسبة لprochain أو prochaine تصبح suivante أو suivant. La semaine prochaine, la semaine suivante ou la semaine d'après. نفس الشيء. L'année prochaine, l'année suivante. Le mois prochain, le mois suivant. Dans deux jours plus tard ou deux jours après. Il y a trois jours avant ou trois jours auparavant ou trois jours plus tôt. إذا أي عبارة يمكنكم أن تختاروها، أنا كتبتها يعني كلها وأنتم تختارون واحدة منها. الآن سوف نرى ديزيكزومبل وحاولوا أن تجيبوا يعني قبل أن تظهر الإجابة
عندكم، لاحظوا معي. Donc, Dina pensait, je vais faire les courses aujourd'hui. إذا لاحظوا هنا aujourd'hui في le discours direct. ماذا ستصبح في le discours indirect؟ Dina pensait qu'elle avait faire les courses. ماذا ستصبح هنا؟ فقط قبل أن تجيبوا لابد من الانتباه إلى le verbe introducteur، لأنه إذا كان au présent أو au futur لا يحدث أي تغيير، يعني aujourd'hui تبقى aujourd'hui. D'accord. لابد من الانتباه إذا كان le verbe introducteur يعني هل هو في زمن الماضي أم ليس في زمن الماضي. إذا يقع التغيير فقط إذا كان في زمن الماضي. هنا pensé à l'imparfait، إذا يقع في زمن الماضي. C'est très bien. أجبتم ce jour-là. C'est très très bien. C'est bravo. إذا ce jour-là. نكتب ce jour-là لأن le verbe introducteur est à l'imparfait. إذا يتغير. الجملة الثانية، le commerçant lui a dit j'ai été livré hier. Le commerçant lui a dit qu'il avait été livré. إذا ماذا ستصبح؟ لأن الفعل هنا مصرف أو passé composé. lui a dit. إذا لابد أن يتغير hier. ماذا ستصبح؟ la veille. c'est très bien. bravo. donc ستصبح la veille. الجملة الثالثة، mais il a ajouté votre commande n'arrivera que demain. mais il a ajouté que sa commande n'arriverait que. إذا demain سوف تتغير لأن هنا passé composé. إذا ماذا ستصبح؟ très bien. le lendemain. le lendemain. إذا انتبهوا le lendemain لأن le verbe introducteur est au passé. إذا demain تصبح le lendemain. d'accord. الجملة الأخيرة، il a terminé par j'espère qu'elle n'arrivera pas que mardi prochain. إذا ماذا ستصبح mardi prochain بما أن le verbe introducteur مصرف au passé composé. il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'elle n'arriverait pas que le mardi suivant. le mardi suivant. d'accord. إذن دائما قلنا prochain تصبح suivant. الآن هذه الأمور التي سنتطرق إليها، يعني هل بمعنى الشريط التي ترونه هنا أصفر، هذه الأمور التي سنتطرق إليها عندما ترون هذا الشريط الأصفر، يعني أننا هذه التغييرات تحصل مع الجميع، سواء كان le verbe introducteur مصرف في زمن الماضي أو غير مصرف في زمن الماضي، سواء كان present, future, passé، كيفما كان زمنه، هذه التغييرات تقع مع الكل، يعني عند التحويل من ديسكور ديريكت الى ديسكور انديريكت. اذا اول شيء قلنا انه عند التحويل من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت لي غيومي و لي دو بوين تختفي. داكوغ تختفي. عندما تختفي ماذا نفعل؟ طبعا هناك من قال هل نحتاج للحفظ في هذا الدرس؟ أكيد بعض العبارات هنا لا بد من حفظها، وإلا لن تعرفوا بماذا ستعوضونها. داكوغ. إذا قلنا هنا لي غيومي و لي دو بوان سوف تحل محلها إما، لاحظوا معي، قلت إما كو أو سي. إما كو أو سي. داكوغ. وعندما تكتبون ك كما قلت لكم في البداية لابد أن تنتبهوا إلى الجملة التي بعد ك هل فيها أكثر من فعل، لأن ك تضع كلما وجد فعل، يعني تضع قبل كل فعل. مثلا هنا لاحظوا معي في هذه الجملة il a dit qu'il allait mieux et qu'il allait pouvoir partir. إذا بما أن الجملة فيها فعل آخر كتبنا كيل. داكوغ. ايضا نفس الشيء يعني هنا
تتذكرون عندما حولنا هذه الجملة إلى لو ديسكور انديريكت، قلت لكم أن هناك الجملة الأولى ثم الجملة الثانية، لذلك كتبنا كو في الأول وكو في الثاني، داكوغ؟ كيل افي لو طون وكيل رونجوري لو لوندومان. بما أنه يوجد فعل آخر لابد أن نكتب معه كو، دائما كو تكتب، يعني تكتب مع كل فعل وجد في الجملة. لاحظوا معي الآن نحن نقوم بمراجعة عامة، حتى تفهموا كل شيء، كل الأمور، فقط يجب التركيز لأن الدرس فيه أمور كثيرة، لذلك لابد من التركيز حتى تفهموها دفعة واحدة كلها. يعني الآن متى لا نكتب كو؟ لا نكتب كو إذا كانت الجملة في لو ديسكور ديريكت جملة استفهامية، يعني عندما تكون جملة استفهامية في لو ديسكور ديريكت ونريد أن نحولها من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت، هنا لا نكتب كو. إذا ماذا نكتب؟ على حسب، لاحظوا معي مثلا إذا كانت الجملة تبدأ ب اسكو، فعندما نريد أن نحولها من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت، اسكو تختفي وتحل محلها سي، داكوغ؟ أو اس ابوستروف إذا كانت متبوعة طبعا ب فويل، يعني حرف متحرك. لاحظوا الجملة، إذا الأمثلة صراحة توضح بشكل أكثر. Je lui ai demandé est-ce que tu viendras، طلبت منه هل سوف تأتي، Je lui ai demandé، لاحظوا هنا ماذا سوف نكتب، s'il viendrait. إذن est-ce que، c'est très bien أم آية، donc est-ce que، يعني حذفناها واستبدلناها ب s apostrophe لأن il تبدأ ب voyelle، لذلك كتبنا s apostrophe. انتبهوا أيضا، إذن نستعمل هاته، قلنا عند اسكو نستعمل سي، أيضا نستعمل سي أو اس أبوستروف في لي كيستيون انفيرسي. ما معنى لي كيستيون انفيرسي؟ يعني الفعل يأتي هو الأول بعده الفاعل، نسميها لانفيرسيون دو سوجي، يعني الفعل يسبق الفاعل. مثل هذه الجملة il me demande viendras-tu، يسألني هل سوف تأتي، viendras-tu. إذن عندما نريد أن، لاحظوا هذا الأمر حقا هو أيضا مهم جدا، لاحظوا هذا الأمر il me demande viendras-tu، قلنا عندما سوف نحولها إذن نكتب سي، نزيل طبعا، نزيل لي دو بوان وغيومي ونكتب سي. ولكن انتبهوا لأمر مهم جدا، هو أنه في لو ديسكور انديريكت أبدا أبدا لا يمكننا أن نكتب لانفيرسيون دو سوجي، يعني لا يمكن أن يسبق الفعل الفاعل، دائما يجب أن يرجع أو نرجع الفاعل هو الأول ثم الفعل بعده، يعني أقول سي جو فيندغي وليس سي فيندغاج، داكوغ؟ إذا سي جو فيندغي، انتبهوا لهذا الأمر هو مهم جدا. أيضا إذا لاحظتم أنا تعمدت أن أكتب لكم هنا لو فيرب انتروديكتور هنا مصرف أو باسي كومبوزي، ولو فيرب انتروديكتور هنا مصرف أو بريزون، لكي ترون أنه هنا لا أهمية للو فيرب انتروديكتور هل هو مصرف أو باسي كومبوزي أم هو مصرف أو بريزون. هذه التغييرات تتم مع الجميع بصفة عامة عندما نريد أن نحول الجملة من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت، تتم هذه التغييرات سواء كان لو فيرب انتروديكتور بريزون فيتور امبارفي كونديسيون، مهم اي زمن، سواء يعني الزمن الماضي او ليس بزمن ماضي. شيء اخر انتبهوا الان، نحن نتحدث قلنا اذا كانت الجمله استفهاميه، اذا كانت الجمله استفهاميه تبدا باحد الكلمات الداله على الاستفهام المعروفه طبعا، مثلا
كون كومبيان متى كومون كيف او اين بوركوا لماذا كي من يعني هذه الكلمات الاستفهاميه عندما تبدا الجمله في لو ديسكور ديريكت بهذه الكلمات نحن نحتفظ بها كما هي نحتفظ بها كما هي عندما نريد ان نحول من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت مثلا il me demande depuis quand dors-tu يسالني depuis quand dors-tu منذ متى انت تنام لاحظوا هنا dors-tu inversion du sujet يجب ان تنتبهوا للامر يعني عندما ستحولونه هنا قلنا في لو ديسكور ديريكت مستحيل ان يكون لدينا l'inversion du sujet اذا ماذا ستكتبون هنا depuis quand je dors depuis quand je dors قد يتساءل أحدكم يقول لي كيف سوف أعرف تي ماذا ستصبح كيف أنني سأقوم جو هي من المعنى تفهمونها لكن مع ذلك يعني سوف أساعدكم بجدول وضحت لكم فيه كيف يعني بماذا نستبدل لي برونون بيرسونيل هذه الضمائر الشخصية كيف بماذا تستبدلونها من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت حتى يسهل عليكم الأمر يعني أكثر دونك الجملة الثانية il me demande où vas-tu يسألني أين تذهب إذا كما قلنا هذه العبارات نحتفظ بها كما هي إذا ماذا سنكتب il me demande où je vais où je vais يسألني أين أذهب أين أذهب أنا طبعا الآن إذا كانت الجملة الاستفهامية تبدأ ب كاسكو أو ب كو سوف تحول إلى سكو يعني كاسكو ستحل محلها سكو أو كو ستحل محلها سكو لاحظوا معي المثال الأول Il demande, هذا le discours direct, il demande, qu'est-ce que c'est? الآن عند التحويل من le discours direct إلى le discours indirect, il demande, قلنا qu'est-ce que c'est? تختفي, تحل محلها ماذا? Ce que, d'accord? إذن ماذا سنكتب? Il demande ce que c'est, ce que سي بكل بساطة فقط نطبق القاعدة نزيل كيسكو ونضع هنا محلها سك طبعا هنا الزمن كما ترون بقي كما هو لماذا لأن لو فيرب انتروديكتور مصرف او بريزون يعني يجب أن تنتبهوا لهذا الأمر أيضا الأزمنة هنا تتغير إذا كان لو فيرب انتروديكتور مصرف في زمن من زمن لو باسي الماضي il m'a demandé Qu'est-ce que tu fais? إذن هنا يعني تعمدت أن أكتب le verbe introducteur الآن مصرف في زمن الماضي. Le passé composé. Il m'a demandé qu'est-ce que tu fais? سألني ماذا أفعل؟ بدأت تفهمون هذا جيد لأن الأمثلة تساعد بشكل كبير فقط انتبهوا وسوف تفهمون بشكل جيد إن شاء الله. Donc il m'a demandé ce que qu'est-ce que تعوض ب سكو ثم لو فيرب هنا مصرف او او بريزون بما ان لو فيرب انتروديكتور في زمن من زمن الماضي اذا سوف يحول الى لامبارفي لان لو بريزون يصبح لامبارفي في لو ديسكور انديريكت انتبهوا لهذا الامر داكوغ أرى أن لديكم بعض الصعوبة في تو هل ستصبح جو إلى آخره سوف ترون أن هذا الأمر سهل جدا مع جدول سوف أشرح لكم فيه ذلك الجملة الثانية أو جملة أخرى Le père demande à ses enfants qu'allez-vous faire Le père demande à ses enfants qu'allez-vous faire الأب سأل أطفاله ما الذي تفعلونه؟ qu'allez-vous faire أو ماذا ستفعلون؟ ما الذي ستفعلونه؟ le père demande à ses enfants إذا هنا لاحظوا le verbe introducteur يعني هو في le présent إذا الأزمنة لن تتغير فقط سيتغير que الذي سيصبح ماذا قلنا؟ ce que
ce qu'ils vont faire. إذا بقي الزمن لم يتغير، يعني كان في le futur proche وبقي في le futur proche. Ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire. الآن إذا كانت الجملة الاستفهامية تبدأ ب كاسكي. كاسكي. إذا بدأت بكاسكي نزيل كاسكي ونعوض ب سوكي. سوكي. Il m'a demandé qu'est-ce qui te fait plaisir؟ سألني ما الذي يفرحك؟ Il m'a demandé. إذا ماذا سأفعل؟ فقط أزيل كاسكو وأعوضها ب سوكي. لكن يجب أن أنتبه إلى لو طون، الزمن. لماذا؟ لأن لو فيرب انتروديكتور مصرف في زمن الماضي، باسي كومبوزي، اتونسيون. لذلك يجب أن نكتب مو فوزي بليزيغ. داكوغ؟ فوزي بليزيغ، يعني لو بريزون يصبح لامبارفي. هنا إذا كانت الجملة الاستفهامية تبدأ ب كياس كي أو كي، تصبح في لو ديسكور ديريكت تصبح كي. Il m'a demandé qui est-ce qui est volontaire. Qui est-ce qui est volontaire. من سألني من يكون متطوعا. إذا هنا ماذا سنفعل؟ qui est-ce qui نحذفها نعوضها ب كي، ثم لو فيرب بما انها فيرب مصرف او باسي كومبوزي، اذا هنا لو بريزون سيصبح امبارفي ايتي فولونتير. داكوغ؟ هنا لامبيراتيف، هذه التغييرات التي تقع هنا كما قلت لكم، يعني عندما ترون هذا الشريط الاصفر هذا يعني ان هذه التغييرات في الجميع، يعني سواء كان لو فيرب انتروديكتور باسي بريزون في اي زمن. داكوغ؟ دونك لامبيراتيف صيغه الامر تصبح دو بلس لانفينيتيف مثلا، او لو سوبجونكتيف. لو سوبجونكتيف نسيت ان اكتب هنا لو سوبجونكتيف. يمكنكم ايضا ان تحولوا لامبيراتيف الى لو سوبجونكتيف في لو ديسكور ديريكت. داكوغ؟ اما تستعملوا لانفينيتيف او تستعملوا لو سوبجونكتيف، يعني كلاهما صحيح. مثلا هنا إلويدي باغ، قال له غادر. إلويدي دو بارتيغ. لاحظوا اننا هنا لامبيراتيف اصبح دو بارتيغ. أو تستعملون qu'il faut partir. Il lui dit qu'il faut partir. D'accord؟ أو كما قلت لكم يمكنكم أن تستعملوا هذا le subjonctif، يعني تقولون il lui dit qu'il parte. Qu'il parte. D'accord؟ الآن لاحظوا معي le discours direct. Il lui a dit vas-y. Vas-y. إذن هنا ماذا ستصبح؟ طبعا يجب أن نبحث عن الانفينيتيف دو فيرب. مثلا هنا فا يعني سي لو فيرب الي. إذن ماذا سنقول؟ لوي يادي دي الي. دي الي. داكوغ؟ دي الي. أو مثلا سنقول لوي يادي كيل فالي. لاحظوا هنا كيل فالي يالي، لم نكتب كيل فو. لماذا لم نكتب كيل فو؟ لان هنا كان لو بريزون، لذلك كتبنا الفو. ولكن بما ان هنا لو باسي كومبوزي يجب ان نكتب لامبارفي. انتبهوا لهذا الامر ايضا. كيل فالي يالي. كيل فالي يالي. داكوغ؟ اذا الان الامور اخرى تتغير. ما هي؟ هي لي ديمونستراتيف. لي زادجيكتيف ديمونستراتيف ايضا تتغير، الا ان لي زادجيكتيف ديمونستراتيف يعني امرها سهل جدا. ما الذي يتغير فيها؟ مثلا سو تصبح سولا، سيت سيت لا، سي سي لا. داكوغ؟ يعني ليس بشكل بشيء صعب. مثلا il m'a dit je n'ai plus ce livre. il m'a dit qu'il n'avait plus ce livre là. فقط نضيف هنا لا. داكوغ؟ تذكرت شيء مهم جدا، مهم جدا، ولكنني لم أتطرق إليه. لاحظوا معي هذا الأمر.
مثلا إذا كانت الجملة تبدأ هنا ب إياغ إياغ، داكوغ؟ لاحظوا إذا قلنا مثلا إياغ إل مادي سيت أنفون إساج، عندما سأتي لكي أحاول، يعني بما أن هذه لا علاقة لها باللي ديمونستراتيف، فقد تذكرتها وأردت أن أذكرها لكم، لأن يمكن أن يكتب يعني يطلبوها مثلا، يعني يقوم ببياج فخ يعني كما يقولون في امتحان أو شيء كهذا، على الأقل تفهمون هذا الأمر. مثلا إذا كتبوا إياغ إل مادي سيت أنفون إساج، عندما نريد أن نحول إلى لو ديسكور إنديريكت، هنا أتونسيون، قلنا إياغ تصبح لافي، ولكن انتبهوا للأمر جيدا، هنا لن تتغير إياغ. لماذا لن تتغير إياغ ولن تصبح لافي؟ لأن الذي يتغير في الجملة ما هو؟ هو فقط هذه الجملة التي داخل الأقواس، الجملة التي داخل الأقواس هي التي تتغير، أما الجملة هذه الجملة التي تسمى يعني لا بروبوزيسيون برينسيبال أو لا بروبوزيسيون انتروديكتيف، الجملة التمهيدية، هذه الجملة لا تتغير. اتونسيون، يعني حتى ولو رأيتم هنا مثلا إياغ فلن تتغير هنا، داكوغ؟ فلن تتغير في لو ديسكور انديريكت، لأن الذي يتغير هو ما بداخل لغيومي، أما قبل لغيومي فلا يتغير، اتفقنا؟ إذن قلنا il m'a dit cet enfant est sage، il m'a dit que cet enfant là était sage، داكوغ؟ إذن نضيف فقط لا، طبعا ننتبه إذا كان لو باسي لابد أن الأزمنة هنا تتغير، إذن هنا كانت لو بريزون سوف يصبح لامبارفي. جملة أخرى il m'a dit je vais régler ses problèmes، إذن ماذا سأكتب هنا؟ il m'a dit qu'il allait régler، ماذا سأكتب؟ qu'il allait régler ses problèmes là، ses problèmes là، فقط أكتب سي وأضيف لا بعد الاسم، بعد الكلمة التي أكتب معها اسم إشارة. إذن هذا هو الجدول الذي قلت لكم سيعينكم على معرفة يعني البرونون بيرسونيل، كيف تصبح عندما تريدون أن تحولون من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت. مثلا إذا كان جو عندكم في لو ديسكور ديريكت، عندما تريدون التحويل إلى لو ديسكور انديريكت تكتبون إيل أو إل بحسب هل كان في الجملة إل أو إل، سوف ترون ذلك في سوف ترون ذلك في الأمثلة. أيضا بالنسبة لي تو، تو تصبح جو، نو أو أون تصبح إل أو إل بحسب البيرسون الذين يتحدثون، هل هم مذكر أو مؤنث، سوف ترون ذلك في الأمثلة. فو تصبح في تصبح في لو ديسكور انديريكت تصبح نو، داكوغ؟ فو تصبح نو. اذا سوف نرى الان الامثله، انتبهوا معي. il m'a dit je suis là، دونك il m'a dit، اذا قلت il m'a dit سوف اكتب هنا il، واذا قلت elle m'a dit سوف اكتب هنا ال، لذلك قلت لكم على حسب ما لدي، يعني هل لدي إيل أو لدي ال. إذا كانت لدي إيل جو تصبح إيل، وإذا كانت لدي ال جو تصبح ال. إذا لاحظوا معي إيل ما دي كي لتي لا أو ال ما دي كي لتي لا، داكوغ؟ هنا إيل ما دي تو فيندرا أوسي، إذن تو ماذا ستصبح؟ ماذا قلنا ستصبح؟ il m'a dit que je viendrai aussi، d'accord؟ إذن فقط يجب أن يعني تراجعون هذه الأمور وتعرفون ما هي الأمور التي تتغير وماذا تصبح، وفقط يعني بعدها ستكون الأمور سهلة جدا. il m'a dit vous viendrez، il m'a dit que nous viendrons، لأن vous تصبح
nous fit le discours indirect. Il m'a dit nous serons là ou il m'a dit on sera là. إذن قلنا أن nous سواء كانت nous أو on ماذا تصبح؟ Qu'il, il m'a dit qu'il serait là. Qu'il serait là. D'accord. وإذا كنت أعرف أن الذين قالوا nous serons là سنكون هنا أنهم كلهم إناثا سوف أكتب هنا L ب S في الآخر. بالنسبة لي الآن أعطيكم يعني جميع التفاصيل حتى لا يقع عندكم أي خطأ إن شاء الله في عندما تريدون يعني أن تقومون أو تنجزون تمارينكم. يعني أي تفاصيل كلها سوف تتعرفون على كيف تصبح عندما تنتقلون من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت. ما إذا ما عندما تكون في لو ديسكور ديريكت تصبح سا. مون تصبح سون. نو تصبح لوغ. فوتر تصبح مون أو نوتخ على حسب هل قلت فوتر لشخص واحد. إذا قلتها مثلا مع إذا كنت أتكلم مع شخص واحد إذا سأقول مون، وإذا كنت فوتر يعني أتكلم مع فو أنتم سوف نكتب نوتخ. فو سنكتب نو أو مي على حسب هي أيضا هل كنت أتحدث مع فو أنتم أو مع أنت يعني تو أو فو التي نقصد بها شخص واحد فقط يعني للاحترام فقط. سنرى الأمثلة توضح بشكل أكثر. إذا حاولوا فقط أن يعني تتذكرون هذه. إيل مادي دونك لاحظوا معي الآن الأمثلة. إيل مادي je n'ai plus votre livre. Il m'a dit, قال لي, je n'ai plus votre livre. لم يعد عندي كتابك. إذن, votre. الآن تعرفنا على votre. يعني الأمر سهل جدا. فقط تعرفون كل كلمة بماذا سوف نستبدلها. يعني من le discours direct إلى le discours indirect. Il m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. لأن votre تصبح mon. D'accord. Il m'a dit je n'ai plus vos livres. هنا فقط ملاحظة votre livre لأن livre هو يعني masculin لذلك كتبنا mon. إذا كان féminin سوف نكتب ma. هذا واضح لأن لا يمكن أن نكتب مثلا هنا تكون règle يعني مسطرة تكون règle هي féminin وأقول mon règle. لا يمكن يعني نكتب ما غاغل. هذا الأمر واضح يعني لا داعي لكي أنبهكم إليه. هنا il m'a dit je n'ai plus vos livres. Je n'ai plus vos livres. إذن il m'a dit qu'il n'avait plus. ماذا سنكتب هنا؟ nos livres أو mes livres. إذا متى سأكتب نو إذا كان كتابكم je n'ai plus vos livres يعني ليس لدي كتبكم. وإذا كان يتحدث مع شخص واحد فهو يقول كتبك لذلك سوف نكتب mes livres. أما إذا كان يتكلم مع vous يعني أنتم سوف نكتب nos livres كتبنا وهنا كتبي. Il m'a dit je suis dans ma voiture. إذن ما هذه سهلة ماذا تصبح؟ sa voiture. Il m'a dit qu'il était dans sa voiture. هناك ما شاء الله من أجاب قبلي هذا يعني أفضل. الآن il m'a dit je vais régler votre problème. Il m'a dit qu'il réglerait notre problème. إذا كان نقصد بها votre يعني يتحدث مع أنتم مع vous. أما إذا كنا نقصد أنه يتحدث مع واحد فقط vous شخص واحد فقط يعني سأكتب mon problème. Donc il m'a dit je vais régler votre problème. قال لي سوف أحل مشكلك.
أو مشاكلكم على حسب كما قلت لكم، هل فوتر نعني بها أنتم أو أنت. il m'a dit qu'il réglerait، قال لي سوف يحل مشكلي أو مشكلنا. il m'a dit ce pull est à toi، إذن هنا à toi تصبح à moi، à toi تصبح à moi أو le mien، d'accord le mien. إذن بما أننا نتحدث عن les pronoms possessifs، à toi تصبح le mien. نفس الشيء بالنسبة لي à moi، il m'a dit ce chat n'est pas à moi، إذن هنا ستصبح à lui، d'accord لأن هنا لدي il. إذن هنا لماذا كتبنا le mien أو à moi؟ لماذا هنا le mien أو à moi؟ لأن il m'a dit، d'accord. إذن ce pull est à toi، est à toi. أما هنا عندما يقول il m'a dit ce chat n'est pas à moi، إذن هنا الشخص أو le personnage هو الذي يتحدث كما قلت لكم. أما في le discours indirect الراوي هو الذي سيتحدث عن شخصية، إذن سيقول à lui. الوي المادي يعني هذا القط هو له. إذن أتمنى يعني أن تكونوا قد فهمتم الدرس، لكن قبل أن أنهي يجب أن أراجع معكم الأمور بصفة عامة. إذن ماذا قلنا عندما نريد أن يعني أن نحول من لو ديسكور الجمله من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت؟ ننتبه اول شيء ننتبه الى لا بونكتواسيون، علامات الترقيم، يعني نزيل عند الانتقال من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت نزيل لي دو بوين و لي غيومي، نقطتان والاقواس الصغيره اول شيء. ثاني شيء ننتبه يعني الى نعوضها، طبعا ماذا نعوض لي دو بوين و لي غيومي ب كو، نعوضها بك. لكن إذا كانت الجملة استفهامية إما أننا نعوضها بسي كما قلنا إذا كانت الجملة تبدأ بأسكو أو لانفرسيون دي سوجي، أو نحتفظ بالكلمات الاستفهام الأخرى والاستفهام كلمات الاستفهام الأخرى التي تحدثنا عن كيف تصبح إذا انتقلنا من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت. إذن هذا الأمر. الأمر الثالث هو الامبيراتيف. الامبيراتيف عندما نريد أن نحول من لو ديسكور ديريكت إلى لو ديسكور انديريكت يصبح الانفينيتيف أو لو سوبجونكتيف، داكوغ. لي بوسيسيف رأينا جدول يوضح يعني كيف ما هي الأمور التي تتغير عند الانتقال من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت. ايضا بالنسبه لي برونون بيرسونيل، يعني جو تو ايل، هذه ايضا يجب ان تعرفوا كيف تصبح عند الانتقال من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت. اذا هذه الامور التي تحدثت عنها لغايه الان، هذه سواء كان لو فيرب انتروداكتور او بريزون او او باسي. أما إذا كان لو فيرب انتروداكتور أو باسي نضيف إلى كل هذه التغييرات، يجب أن ننتبه إلى الأزمنة، أزمنة الفعل في لا بروبوزيسيون سوبوردوني، يعني في الجملة التي تأتي بعد كو. هل هي يعني الأزمنة، هل هي مثلا أو بريزون؟ إذا كانت أو بريزون سوف تصبح الامبارفي، إذا كانت الامبارفي سوف تصبح الامبارفي أو بلوس كو بارفي إلى آخره، داكوغ. ايضا يجب ان تنتبهوا اذا كان لو فيرب انتروداكتور في مصرف او باسي يجب ان تنتبهوا الى لي زانديكاتور دو طون اي دو ليو. شيء اخر لم اقله لكم هو ايسي، لانديكاتور دو ليو ايسي اذا كان في لو ديسكور ديريكت، عند لو ديسكور انديريكت سوف اكتبه لكم هنا. بالنسبه لي ايسي عند الانتقال من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور انديريكت يصبح لا او لابا، داكوغ. اما اننا نكتب لا فقط او اننا نكتب لابا. اذا هذا ايضا نسيت ان اقوله لكم. المهم الان يعني تداركته.
وبالنسبة للانديكاتور دو طون، يعني المؤشرات الدالة على الأزمنة التي قلنا عنها، دومان تصبح لو لوندومان، إيير تصبح لا في، إلى آخره، يعني الأمور التي راجعناها. إذا أتمنى أن يكون الأمر واضحا، لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى. بالنسبة للأسئلة التي طرحتموها الآن، أنا كنت يعني أسجلها عندي إن شاء الله. كما أقول لكم دائما، كل بت سوف نتطرق فيه إلى درس جديد بإذن الله. ربما الأحد القادم إن شاء الله سوف نتحدث عن متى نستعمل دو ومتى نستعمل دو، وأيضا عن ما الفرق بين بيان وبون، متى نستعمل بيان ومتى نستعمل بون. إذا لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.